أول حاجة صحتي بالنسبة لنا فايقة معطلة شوية صعيبة حيت ملفا كنا فايقت شوية معطلة ومشي كفاك معطلة لأن عندي حياة أخرى هي ألماس كنديها ليكول وترجع الناس الحمد لله والشكر لله وكنظن الآن كتشوفو يعني ماشي مشكل باش تشوفو هادشي ربما هذا الشيء ما كيعرفو حتى شي حد فالكل كيسول لطيفة وجميل لطيفة فياريت لو كنت درت جميل ومقعريش هاد المشاكل هنا لمدة 7 سنين وأنا كنعاني من هذا المشكل اللي هو مازال قائم ومازال عندي واحد العمليات كما كيعرفو النسوان دي بول دو غراس اللي خرجوا في العنق وخصو يزولو وكل دكتور وهذا كنوجه نصيحة للشباب والشابات ماشي أي واحد يجي يقول لكم فلان مزيان دكتور مزيان تمشيو عنده فأنا مروا عليا ربما عشرات ديال الدكاترة وكلهم كانوا من نصائح ديال الناس سير عند هذا سير عند هذا فكانت ربما التجارب كانت في العنق ديالي والحمد لله اخيرا راني لقيت اللي الحمد لله الحمد لله احسن عانيت ولكن الحمد لله اللهم لا الحمد دابا احسن